السلام عليكم طلاب الصف التاسع، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة الأستاذ رائد المساعيد. خلونا أول شيء نفتح الـ Students Book، كتاب الطالب، إلى الـ Page 43، الصفحة 43. عندنا هون العديد من التمارين. نبدأ بالتمرين الخامس. نبدأ بسم الله. في التمرين الخامس عندنا هنا What can you remember? What can you remember بمعنى ماذا أنت تستطيع أن تتذكر. خلينا بالأول أذكركم أنه دائما حاولوا تتفاعلوا معي لما أشتر على الكلمة. إذا كنت أعطي المعنى حاولوا تعطوه قبلية. نكمل. في عندي هون بحكي لي cover the text and correct the false. إذا في عندي false، في عندي أخطاء في هذه الجمل الست. إيش المطلوب مني يا أستاذ؟ مطلوب مني correct. ما معنى correct؟ يعني صحح. طيب خلينا نشوف. بداية في عندي هون الجملة الأولى تقول The Egyptians developed writing about 16 centuries ago. خلوني أعيد القراءة بشكل أسرع عشان اللي حابين يحسنوا قراءتهم. The Egyptians developed writing about 16 centuries ago. الآن نعطي المعنى مع بعض. مجرد ما أشر على الكلمة، إذا بتعرفوا المعنى اعطوني إياه، هذا راح يساعدكم على تحسين المفردات. الألمان، المصريون، إيش مالهم؟ طوروا. ماذا طوروا؟ الكتابة. تقريبا قبل 16 قرنا. طبعا 16 قرن يعني 1600 عام، لأنه القرن 100 عام. فهل هذه المعلومة صحيحة يا ترى؟ إذا جئنا هنا في النص راح نلاقي أنه هذا الكلام غير صحيح. طيب وين الخطأ يا أستاذ؟ الخطأ هنا. هم حكولي انه قبل 6000 عام، حكولي انه الايجيبشنز developed writing قبل 6000 عام. اذا احنا هون عرفنا ما هي الاجابة الصحيحة او المعلومة الصحيحة. اذا هنا راح يكون في عندي بدل 16، بدل ما احكي 16 قرن راح احكي 6000 عام. راح اشوف نعمل التعديل كالتالي. خلينا نعمل التعديل. طبعا هسه الكتاب صغير كثير مش مبين عليكم، بس راح اكبرها الان. اذا احنا عرفنا انه بدنا نحط بدل 16 قرن 6000 عام، فبنحط هون 6000، 6000 years، 6000 عام. طيب تمام، هسه الان صار اتوقع التعديل واضح بالنسبه لكم. اذا بدل 16 قرن ايش صار في عندي هون؟ صار في عندي هذا التعديل 6000 عام. اوكي، بدلنا 16 centuries ب 6000 عام. طيب الان صارت الامور واضحه، ممكن نروح على التمرين او الجمله التاليه. بس خليني اكبر الخط هيك حتى الامور تكون ان شاء الله اوضح. طيب هون بيحكوا لي في الجمله الثانيه scribes decorated their temples with clay. اقرا مره ثانيه بشكل اسرع. Scribes decorated their temples with clay. المعنى النساخ زينوا معابدهم بالطين. هل النساخ المصريين كانوا يزينوا المعابد بالطين؟ في عندي خطأ، في عندي خطأ. خلينا نشوف، نرجع للنص. النص راح يحكي لك التالي انهم نعم هم decorated، هم زينوا المعابد بماذا؟ بالهيروغليفكس. اذا هم زينوها لكن بالهيروغليفكس. اذا راح نيجي هون على هذه الجمله الثانيه وبنحكي التالي. راح نحذف كلي انه بالطين. اذا هذه الكلمه كلي راح نحذفها. لما تكتبوا الجمله في الدفتر تكتبوها مثل ما هي باستثناء كلي. شو اكتب مكان كلي يا استاذ؟ راح نكتب التالي. خلينا نعمل التعديل. اذا بدل كلي راح نعمل with hieroglyphics. اوكي، hieroglyphics. تمام، زي هيك. اذا التغيير يلي صار عندي هو hieroglyphics. اذا هذه العباره يلي انا وضعتها الان بدل clay hieroglyphics. هيك الان صارت المعلومه صحيحه. طيب الان نذهب الان الى 3، الجمله الثالثه. Before they discovered papyrus, the Egyptians wrote on clay. قراءة سريعة.
Before they discovered papyrus, the Egyptians wrote on clay. خلونا نأخذ المعنى مع بعض. قبل أنهم اكتشفوا ورق البردي. إذا قبل أن يكتشفوا ورق البردي. طبعا they المقصود فيها الإيجيبشنز المصريين. قبل ما يكتشفوا البردي المصريون إشمالهم كتبوا على الطين. هل المصريين كانوا يكتبوا على الكلي اللي هو الطين قبل ما يكتشفوا ورق البردي papyrus؟ طبعا ممكن نعرف هذا الشيء لو رجعنا هون. طبعا الكلمات المفتاحية انهم كانوا يكتبوا على ايش كانوا يكتبوا. فلاحظ هنا انهم في هذا المكان. نعم الايجيبشنز ايش مالهم didn't write on clay. الايجيبشنز didn't write on clay. لم يكتبوا على ماذا؟ على الكلي. اذا في عندي خطأ في المعلومة هاي. بدل ما نحكي انهم كتبوا على الطين بدنا نحكي انهم لم يكتبوا على الطين. اذا wrote هذه wrote راح احذفها. طب يا استاذ حذفناها ايش نكتب بدالها؟ راح نكتب بدالها التالي. راح نكتب نعمل التعديل عشان نشوف شو راح يكون البديل. البديل راح يكون بدل wrote راح نكتب didn't write. اوكي اذا صار في عندي didn't write. ايش اللي ضفناه هون يا استاذ ممكن توضحه؟ نعم بالتاكيد didn't write وهي didn't write. هذا هو الشيء اللي كتبناه. طبعا ما في مساحه بين الفاصله الفوقيه والتي. ملزق التي بالفاصله الفوقيه. اذا المصريين لم يكتبوا didn't write on clay. طيب روح على المعلومه الرابعه. طبعا انا بحاول اشرح قدر الامكان بشكل واضح بحيث لو انه هذا السؤال او قريب منه جاء في الامتحان تقدروا تجاوبوا عليه. People wrote hieroglyphics only in rows. People wrote hieroglyphics only in rows. المعنى يا استاذ الناس شمال الناس كتبوا الكتابة المسمارية فقط في صفوف على شكل صفوف. هل لما المصريين القدماء كانوا يكتبوا hieroglyphics كانوا يكتبوها فقط in rows في صفوف؟ نيجي لهون. طبعا في عند الكلمات المفتاحية انه rows في صفوف wrote كتبوا. نرجع لهون ونشوف يا ترى كيف كانوا هم يكتبوا. طبعا ممكن في ناس منكم متذكرين انهم كانوا يكتبوا في rows or columns في صفوف أو أعمدة. ممكن صفوف يمين ليسار يسار يمين أو أعمدة من فوق لتحت. فإذا بدل rows راح أكتب rows or columns. هذا هو التصحيح. فبنيجي نحن لهون إلى الجملة الرابعة اللي كنا فيها وبنحكي راح نخليها كلها ما عدا اللهم إن إيش راح نضي راح نحذف only. only هاي راح نحذفها نهائيا. تمام. وراح نضيف هنا إشي. شو راح نضيف هون يا أستاذ؟ خلينا نكتب هون شو راح نضيف. راح نضيف هنا التالي. راح نضيف or أو in columns. columns. الأن ما بنلفظها. or in columns. أوكي؟ إذن هيك صار في عنا الحمد لله إنه حلينا هذا الفرع. وonly يا أستاذ only بنحذفها. شو بنحط مكانها؟ ولا إشي. only بنحذفها وما بدنا مكانها ولا اي شيء نهائيا. اوكي هيك صارت الامور ان شاء الله انها واضحه. طيب تمام نروح على 5 تقول التالي. بتحكي لي you should read symbols in columns from left to right. وانتبهوا كثير لهذه الجملة. You should read symbols in columns from left to right. نعطي المعنى. أنت ينبغي أن ماذا تقرأ الرموز في الأعمدة. لاحظوا ما بيحكوا عن الصفوف. في الأعمدة من اليسار إلى اليمين. هل هذا صحيح من اليسار إلى اليمين؟ طبعا لا. في الكولومز في الأعمدة من أعلى إلى الأسفل. صح ولا لا؟ احنا حكينا عن هذا الشيء. أنه لما يكون في الأعمدة بتكون القراءة من أعلى إلى أسفل. فبالتالي راح يكون عندي أوكي هيك بس نبعد هاي لفوق. إذا from left to right
هذا خطأ، راح نحذفه. شو راح نكتب مكانه يا أستاذ؟ راح نكتب التالي. خلينا نشوف شو راح نكتب هون. من الأعلى إلى الأسفل. من يعني from، موجودة. أعلى كيف نكتب أعلى؟ from up to bottom. From up to، عفوا مش up، from top. From top to bottom، من الأعلى إلى الأسفل. هيك بنكون خلصنا هاي الجملة. بنروح على الجملة التالية اللي هي الجملة السادسة. الجملة السادسة بتحكي لي symbols could have more than one meaning. Symbols could have more than one meaning. نعطي المعنى مع بعض. شو معنى symbols؟ الرموز. كان لديها أكثر من معنى واحد. الرموز كان إلها أكثر من معنى واحد. إذا رجعنا للنص، طبعا بدنا symbols و meanings، راح نلاقي هنا أوكي موجودة في هذا المكان. نعم في عندي هاي symbols، طيب وهاي meanings. إذا أنا بدي أبحث في هذا المكان، لقيت الكلمات المفتاحية، راح نلاقي إنه each symbol، كل symbol، كل رمز كان لديه ما يصل إلى ثلاث معاني. إذن راح نعدل الجملة هذيك حتى تكون إنه كل رمز كان لديه ما يصل إلى ثلاث معاني. طيب تمام، خلينا نشوف كيف راح يكون التعديل. أول شيء بدل symbols، هاي symbols راح أحذفها وراح أحط مكانها each symbol، وهي each symbol وهي symbol، كل رمز each symbol. ممكن أوردي لهناك هيك، ممكن كمان إني أصغر الخط شوي. طيب تمام، إذا each symbol يعني كل رمز could have، ممكن أن يكون لديه ما يصل إلى ثلاث معاني. فبدل ما يكون more than، راح إيش أعمل أنا هنا؟ راح أكتب أوكي up to three meanings. هيك كان مكتوب up to three meanings. نذهب للتمرين التالي، التمرين السادس. التمرين السادس listening، استماع. ايش المطلوب مني يا استاذ هون؟ صغر هاي. اوكي تمام، المطلوب مني كالتالي. هسه هون بدنا نستمع احنا لشيء بيتكلم عن الكتابة، وبيحكولنا انه من خلال طريقة كتابة الشخص، لما تشوف واحد بيكتب ممكن تتعرف على أشياء من شخصيته، ممكن تعرف على أشياء من شخصيته. مثلا إذا كان يشد على القلم، مش زي إذا ما كان يشد على القلم ممكن تعرف شخصيته. خلينا نشوف الآن. أنا راح نأخذ الآن إن شاء الله هسه الأولى هاي، راح أتكلم أنا، راح أنا أقرأ وأنتوا مفروض تعرفوا، أنا راح أحل بعدين، حاولوا أنتوا تعرفوا الحل قبل ما أحكي أنا. الأولى بتحكي إنه when someone writes lightly he is، يعني عندما شخص ما يكتب بشكل خفيف فإنه، يعني كتابته خفيفة ما يكون شاد على القلم. لما واحد يكون يكتب بشكل خفيف، فهل هو معناته nervous يعني شخص متوتر وعصبي، أم tolerant متسامح، أو إنه calm يعني هادئ؟ خلنا نقرأ أنا الجملة البسيطة التالية حتى نعرف، واسمعوني بالله بشكل يعني حذر. When someone، أنا البحكي مش مكتوب هون، انتبهوا. When someone writes lightly, they typically deal with unpleasant situations very calmly. Very calmly. طيب تمام. إذن very calmly معناته، إذن يا أستاذ راح أختار calm. صحيح. إذن الأولى راح أختار إلها الخيار الثالث calm. راح نحط عليه دائرة أو مربع. نيجي الآن للجملة الثانية. بتحكي لي A pencil can draw a line that's، بعدين عندي فراغ. بالأول نفهم هاي، بتحكي لي pencil، إيش يعني pencil؟ يعني قلم رصاص يا أستاذ، عارفين شو معنات can draw؟ يعني يستطيع أن يرسم. يرسم ماذا؟ خطا. يعني لو جبت قلم رصاص أنا وسويت خط، يا ترى قلم رصاص قبل ما يخلص قديش ممكن يكون طول الخط؟ هل الخط ممكن أعمله بقلم رصاص كامل ممكن يكون طوله 55 كيلومتر لونج، أم
55 meters 55 متر 55 كيلو ولا 55 متر ولا 5.5 كيلومتر لونج ولا 5 كيلو ونصف. كيف راح نعرف؟ استمعوا للجملة التالية. You can use a pencil. استمعوا كويس. You can use a pencil to draw a line that reaches for about 55 kilometers. 55 kilometers. إذن الجواب أي واحد؟ الأول. 55 kilometers long. نروح إلى الجملة الثالثة. نقرأ. Red ink shows that someone is. Red ink shows that someone is. طيب نعطي المعنى مع بعض. شو معنى red ink؟ يعني الحبر الأحمر. إيش معنى الحبر الأحمر؟ يظهر أن الشخص، أوكي؟ يعني لو واحد كان يفضل أن يكتب بالأحمر، فهذا على إيش بدل من شخصية الشخص؟ هل بدل على إنه sociable؟ إيش يعني sociable يا أستاذ؟ يعني هو شخص اجتماعي أم dominant؟ إيش يعني dominant يا أستاذ؟ يعني مسيطر، بحب أن يكون مسيطر، ولا powerful؟ powerful يعني قوي. إيش بنتعرف من شخصيته لما واحد يكتب بالخط الأحمر؟ استمعوا للعبارة بدي أحكيها، من خلالها راح المفروض تعرفوا الجواب. استمعوا جيدا لأن هذا تمرين استماع. Red ink points to violence or dominance. أعيد. Red ink points to dominance or violence or dominance. فإذا الجواب هو dominant، مسيطر. الشخص اللي بيحب يكتب بالأحمر عادة هو شخص بيحب أن يكون مسيطر. طب نأتي إلى الثالثة. You can see the writing on a pencil when. You can see the writing on a pencil when. المعنى أنت تستطيع أن ماذا ترى الكتابة على قلم الرصاص عندما. عادة قلم الرصاص بيكون مكتوب عليه مطبوع عليه شيء. طيب فأنت ممكن تشوفه بشكل واضح عندما. الخيار الأول You use the right hand. يعني أنت ماذا تستخدم اليد اليمنى لما بتشوف لما تستخدم اليد اليمنى أم يترى الخيار الثاني You use the left hand. المعنى مع بعض أنت تستخدم اليد اليسرى ولا الخيار الثالث You use both hands. يعني أنت تستخدم كلا اليدين. حقيقة إذا تنظروا لقلم تمسكوه راح تقرأوه إذا أنت تقرأ راح تشوف اللي عليه بشكل صحيح إذا بتمسكه في اليد اليمنى. استمعوا للعبارة بتحكي هذا الشيء. If you write using your right hand you can read the writing on a pencil. أوكي؟ لأنه إذا كان باليسار راح تشوف الكتابة مقلوبة. طيب خلينا نروح على آخر جملة نقرأها. Writing using attached letters means you are. قراءة ثانية. Writing using attached letters means you are. المعنى الكتابة باستخدام الأحرف المرتبطة، يعني الأحرف اللي بتكون مربوطة ببعض. تعرفوا الكتابة بالإنجليزي ممكن تكون كل حرف منفصل أو كل حرف يعني مشبوك بالحرف المبعدية. فإذا الكتابة باستخدام الحروف المتشابكة يعني أنك إذا واحد بيحب يكتب بالمشلبك فهذا إيش معناته؟ هذا الشخص cautious يعني حذر، ولا careless يعني لا مبالي، ولا artistic يعني شخص يحب الفن أو فنان. خلينا نشوف نقرأ العبارة التالية عشان نعرف. Writing using attached letters indicates that you are highly cautious. Highly cautious. إذن أي خيار؟ الخيار الأول. الخيار الأول. هيك الحمد لله بنكون كملنا التمرين السادس. التمرين السابع إيش مطلوب يا أستاذ؟ المطلوب إنكو تعيدوا الاستماع للي قرأناه قبل شوي، فبالتالي هو استماع المعلم أو المعلم راح يخليكم تستمعوا للي قرأته أنا قبل شوي، طبعا راح يكون أطول، أنا اختصرت الاستماع. بنيجي للتمرين الثامن. التمرين الثامن أنا بعتبره مهم، ليش؟ لأنه كتابة writing. Choose one of the civilizations that created its own system of writing
Imagine you are one of the earliest writers of the system. Explain its importance to a partner. طيب تمام. الآن هون شو المطلوب مني؟ إنه أتخيل إنه أنا أختار إحدى الحضارات اللي هي اخترعت نظامها الخاص للكتابة. بحكي لي تخيل إنه أنت واحد من الكتاب الأوائل لذلك النظام، فبدك تشرح أهميته، تشرح أهميته. الآن في عدة أنظمة للكتابة، أنا اخترت نظام هو ليس قديم، هو نظام يعني يعتبر حديث، نظام كتابة اسمه بريل. بريل ممكن تكون سمعته فيه، نظام بريل اللي هو نظام كتابة للي ما بيشوف. هسه اللي ما بيشوف بيقدر يقرأ عن طريق الأصابع، يمكن شفتوا ناس بيقرأوا بيضعوا أصابعهم على الصفحة، والصفحات بتكون يعني منقرة أو منقطة، فممكن من خلالها إنهم إيش يقرأوا. فأنا بدي أتكلم عن، بدي أتخيل حالي إنه يعني أنا من أحد كتاب هذه الطريقة، فراح أحكي أنا التالي. أوكي، بس بالأول خلينا نشوف وين راح نكتب. راح نكتب في هذا المكان لأنه يعني نأخذ مكان واسع هيك. طيب تمام. هسا أولا أنا شو راح أحكي؟ راح أحكي مرحبا، أنا أكتب كتبا للناس الذين لا يرون. أول شيء مرحبا، كيف أحكي مرحبا؟ Hello، يعني هذا الشيء لازم تكتبه على فاتركو. بدهم فقرة أبين في أهمية كتابة البريل. أنا اخترت كتابة بريل اللي هي الكتابة للناس فاقدي البصر. مرحبا، الآن شو بدي أحكي؟ أنا أكتب كتبا. شو معنى أنا أكتب؟ I write كتبا books. I write books، أنا أكتب كتبا لأجل الناس العميان يعني فاقدي البصر. لأجل، ما معنى لأجل؟ For الناس فاقدي البصر، blind. blind يعني فاقد البصر، أعمى. الناس people، نقطة. إذا مرحبا، أنا أكتب كتبا لأجل الناس العمي الذين لا يرون. أوكي، الله يشفيهم يا رب. نكمل. لو أني، لأنه نحاول إحنا في الكتابة نستخدم الإف كلوز، جمل الشرطية، بدي أحكي لو أني أو إذا أنا أريدهم أن يقرأوا، فأنا يجب أن أكتب النص بطريقة نظام البريل. طيب نأخذها إيش؟ كلمة كلمة. الآن بداية بدي أحكي لو أني أريدهم أن يقرأوا. كيف أحكي لو أني؟ If I أريد. كيف أريد؟ Want. أريدهم، want them. Want them، أريدهم أن يقرأوا. كيف أحكي أن يقرأوا؟ To read. بعديها بحط الفاصلة. هيك أخذنا إحنا بالدرس تبع الجملة الشرطية. اللي ما حضره يكتب رائد المساعيد الصف التاسع الوحدة الرابعة، قواعد الوحدة الرابعة. طيب إذا أنا أريدهم أن يقرأوا، شو أعمل؟ أنا علي أن. ما معنى أنا؟ I علي أن، يعني يجب أن، have to، I have to، يجب علي أن إيش؟ أكتب النصوص. ما معنى أكتب؟ معناها يا أستاذ write، والنصوص texts، text نص، texts النصوص. بواسطة، ما معنى بواسطة؟ by، بواسطة البريل، بواسطة نظام البريل. ما معنى البريل؟ نفسها بريل، وهي بريل، هاي هي نظام بريل. أوكي، نظام الكتابة writing system، system نقطة. فصار عندي if I want them to read I have to write text by braille writing system. المعنى لو أني أريدهم، يعني أريد الناس فاقدي البصر أن يقرأوا، شو أعمل؟ أنا يجب أن أكتب النصوص باستخدام نظام كتابة بريل. نظام كتابة بريل. خلينا نكتب كمان جملة. بدي أكتب مثلا لو أني أريد أن أكتب فإني أصنع ثقوب صغيرة جدا في الورق. هيك هما طريقة النظام الكتابة. كيف أحكي لو أني أريد أن أكتب؟ حاولوا تتفاعلوا معي. كيف أحكي لو أني؟ سهل يا أستاذ. If I أريد، عارفينها want، أن أكتب، أن أكتب to write، to write. لو أني أريد أن أكتب
فاصلة. فإني شو أعمل؟ فإني أصنع. ما معنى إني؟ I أصنع make. فإني أصنع، فإني أصنع ماذا؟ ثقوب. طبعا ثقوب يعني holes. holes هاي ال holes صغيرة. ما معنى صغير؟ small. و very small صغيرة جدا، فبحكي very small. أنا أصنع ثقوبا صغيرة جدا. وين؟ في الورق. in paper في الورق. نقطة. تمام. هسه هيك احنا بتصور انه هذا الشيء بكفي. طبعا اذا حاب في ناس منكم يزيدوا يكتبوا جمل اكثر بيكون هذا الشيء افضل واحسن ان شاء الله. طيب تمام. لكن انا بالنسبة لي اكتفي بهذا هون حتى ما يطول الفيديو كثير. خلونا نشوف التمرين التاسع. التمرين التاسع بيحكي لي create a new writing system in a group. باختصار خلينا اختصر عليكم انه بحكي لي انه بدي انشئ نظام كتابة جديد، اخترع نظام جديد للكتابة. طبعا ممكن البعض يعني يبدو له انه صعب، بس راح احله كالتالي. هو المطلوب مني اني اعمل انا رموز، احنا نخترع رموز لها دلالات. فمثلا انتم شو راح تكتبوا في الدفتر؟ ممكن تكتب في الدفتر، طبعا انتم ممكن تسووا شيء اخر كمان اذا بدكم. خلينا اكتب الرموز. بداية في الدفتر بنكتب بعض الرموز، مثلا الرمز انا. انا لو بدي احكي انا احب التفاح، بدي اساوي نظام كتاب جديد. عشان احكي انا بالانجليزي اي، صح ولا لا؟ نعم يا استاذ، عارفينها اي. اي انا بدي اخلي لها رمز جديد. هذا رمز جديد نظام، بدي اخلي لها مثلا هذا السهم المعكوف للخلف كانه بعود علي. اي انا، فهذا السهم انا بدي اصير اعتبره انه معناته اي. كويس. طب كويس يا استاذ، نعمل ايش هسه؟ نعمل رمز ثاني. هذا نعمل ايش رمز؟ طيب هاي فاصلة، انا هيك اعمل فاصل. بدي مثلا اعمل واحد بدي يحكي تفاحة، بالانجليزي ابل. انا بدي احكي انه رمز الصورة بتعبر صورة التفاحة مثلا، فانا برسم تفاحة. اوكي هيك، فانا بحكي مثلا انه هيك هاي معناتها ايش؟ تفاحة. طب كويس تمام. ونعمل رمز ثالث. الرمز الثالث طبعا هذا مش رمز، اللي بسويه خط مايل هاي عشان افصل بين الرموز. الرمز الثالث مثلا بدي احكي انه انا احب التفاح، فيحب بالانجليزي معناتها لايك. وهي ال، وهي الاي، وهي الكي، وهي اي لايك يحب. انا بدي اعتبر انه رمزها طبعا اشارة القلب هاي، هاي انها ايش؟ معناتها يحب. تمام. فبالتالي انا سويت ثلاث رموز. لاحظوا انا عملت ثلاث رموز. هسا الآن بدي أكتب جملة أنا أحب التفاح. كيف أحكي بالإنجليزي؟ طبعا بالإنجليزي عشان أحكي أنا أحب التفاح بحكي كالتالي I like apples، صح ولا لا؟ I like apples. بدي أشوف بنظام الكتاب اللي اخترعته أنا كيف راح أعبر عنها. سهل كثير. ما معنى أنا؟ كيف أكتب أنا؟ السهم هذا. أها تمام. اذا هيك انا اي انا احب لايك، بكتب الرمز تبع لايك اللي هو راح يكون بهذه الطريقه. اي لايك انا احب ماذا؟ التفاح. فباجي برسم كمان تفاحه هيك. تمام. فايش صارت؟ انا احب التفاح. انا عملت هاي نظام كتابه جديد بسيط انا اخترعته، وسويت هنا جمله هاي بانجليزي وهيك ترجمتها بنظام الكتابة تبعي. طبعا هذا شيء انتم ممكن تخترعوا اشياء ثانية وتكتبوا كلمات اخرى وتسووها مثل ما بدكم، لكن هذا مثال يعني ممكن تحتذوا فيه. اذا هذا الفيديو شفتوا فيه منه فائدة لكم، ياريت انكم تشاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم حتى كمان هم يستفيدوا. ان شاء الله نراكم في الفيديو القادم قريبا. استاذ رائد المسعيد يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.